انا اللي قربت الموضوع ولا اودي لا كان في قرار بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه الايام الكريمه قرب حلول شهر رمضان الكريم، وانا الحقيقه بشكر جدا جدا لجنه قطاع الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات على هذا المؤتمر. على مدار يومين تم طرح موضوعات لكل تقريبا قطاعات الدوله، وكان المؤتمر كانت اللجنه الحقيقه حريصه جدا على وضع الاعلام ضمن احد الجلسات النقاشيه. وكان ده ورطه الحقيقه، لان بحكم ان انا يعني شغال في القطاع وشغال في احد ابناء القطاع، يعني شغال في مجال الاعلام، فكان ورطه بقى اختيار من يمثل القطاع. فاخترنا كريم عبد الكريم بتاع مصر في كل حته من الاجانب المختلفه. فاول اختيار الحقيقه اللي نرحب بيه ونشكره على اتاحه الفرصه لاثراء هذه الجلسه هو الصديق العزيز والاخ الاكبر مقام، هو الاستاذ اسامه كمال، وواحد من قيادات الاعلام في مصر. وكمان استاذ اسامه بالنسبه لي انا رول موديل، لانه هو الحقيقه نجح نجاح كبير جدا في مجال الاعلام، وهو واحد من قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات ومؤسس اكبر مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الاوسط كايرو اي سي تي، اكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الاوسط هو كايرو اي سي تي. وانا الحقيقه بحضر كايرو اي سي تي من وانا طالب في كليه الحاسبات من 2006 يعني، وقبل 2006 كمان. فبنرحب بيه وبنشكره على يعني تشريفه لهذه الجلسه، بالرغم من الحقيقه كان عنده ارتباطات اخرى، ولكن هو اصر على طبعا. برحب برضه بالصديق العزيز الاستاذ علاء المطريفي، رئيس تحرير مصر يوم، مبارك له طبعا، تولى رئاسه تحرير مصر يوم من فتره، بس يعني اول مره نلتقي. الاستاذ علاء الحقيقه اعلامي متميز وكمان محاضر متميز، واحد من اهم المحاضرين في مجال الاعلام الالكتروني والاعلام الرقمي، ومن البايونيرز في مصر اللي اتكلموا على ربط الذكاء الاصطناعي بالاعلام. والحقيقه وجوده اثراء للجلسه وتشريفه سعاده لينا. الثالث بقى ده الورطه، انا بورط نفسي كل مره، صاحب تجربه رائده، لكن المشكله انه لما بيبقى في سيشن ما بعرفش ادير. فربنا يستر ان شاء الله ويعدي اليوم على خير يعني، انا مسافر عليه طول السيشنز اللي فاتت عشان ما اقبضش يعني، فربنا يستر وهو موجود على المنصه بقى ان الامور تعدي على خير ان شاء الله. لكن احمد رافت الحقيقه قصه نجاح كبيره، مؤثر عظيم، واحد من اللي استغلوا الاعلام الالكتروني والاعلام الرقمي لتوصيل رساله ونجح جدا فيها من خلال تجربه مذيع الشارع، ثم التجارب التي تلتها واللي هيكلمنا عليها ان شاء الله النهارده. انا مش هطول عشان نتيح فرصه ان احنا نستفيد من الاساتذه، واحنا الحقيقه عملنا الجلسه دي حواريه عشان يعني اعتقد ان احنا هنستفيد اكتر من كونها الشكل التقليدي للبرزنتيشن او المحاضره.